السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة الكرام. اليوم إن شاء الله غادي نصوبوا سلطة الفول الأخضر الطري. أول حاجة ناخدو هاد الفويلات ونبداو نشقوهم، أنا راني شقاهم كاملين باش تدخلهم العطرية مزيان ويجيو لذاذ. غادي نحتاجو ربيطة القصبور، غادي نحتاجو ثومة اللي صوبنا في القناة بالزعفران والزعتر، غادي ناخدو داك ربيطة القصبور ونقطعوها وندقوها في المهرز مع هاد الثومة. اللي ما عندوش هاد الثومة هادي يدير الثومة الطارية. نقادو هاد الشي ونرجعو نكملو المقادير. ها هو دا الفول، ها هو دا، غادي نضيفولو الكامون، معلقة الكامون، غادي نضيفو كذلك رص المعلقة الحبوب، غادي نضيفو كذلك القصبور اللي دقيناه مع مليحة في ديك التومة. ها هو ده. وغادي ناخدو الليمون مصير، ها هو هذاك الليمون مصير اللي معسل، ونضيفو الزيت البلدية، ونضيفو شوية الماء، من بعد نردو هادشي فوق الطنجرة ونشحروه شي شوية، ومن بعد عاد نغطيو عليه بالماء ونخليوه يطيب، ونتلاقاو إن شاء الله من بعد ما توجد معانا هاد الوصفة. هانتوما تبارك الله، راه هو طاب، شرب داك المريقه، ما بقى لنا الا نقدموه في طبق التقديم ونخليكم مع الصور. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.